تعرف بعد حادث الطيارة الروسية كانت مدينة شرم الشيخ مدينة أشباح، كله غادر المدينة. خدنا على عاتقنا مسؤولية تنويع مصادر السياحة، كلام ده 2015. في حاجة اسمها تنويع مصادر السلاح، قلنا في تنويع مصادر السلاح عشان لما أش في دولة تيجي تقفل وتمشي كل بص المدينة فيهاش حاجة. كان السلاح الروسي أو السلاح نمرة واحد. اتحركنا، تركنا أبواب كتيرة قوي بيشغلونا دلوقتي، مين؟ كازاخستان، أذربيجان، بيلاروسيا، أوكرانيا، جورجيا، نريد باتومي في جورجيا، تبليسي في جورجيا، كل الدول دي رحنا عملنا معاهم اتفاقيات توأمة واتفاقيات تعاون.